فأحسن الله إليك. يقول كيف يجمع بين حديث ابن صياد وحديث الجساسة الوارد في قصة الدجال؟ حديث ابن صياد ذكره الإمام مسلم، وابن صياد أشكل وتحير على تحير فيه الصحابة، لأنه في الحقيقة يعني ظهرت منه أمور تدل على أنه دجال، وقد لقيه النبي صلى الله عليه وسلم في طريق فقال: أتشهد أني نبي الله؟ قال: بل أنت تشهد أني نبي الله. فاستأذن عمر رضي الله عنه أن يقتله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن يكن الذي تظن فلن تقدر عليه، يعني إن يكن الدجال فلن تقدر عليه. ولما كثر الكلام في أمره وظهرت منه أمور تخبأ له النبي صلى الله عليه وسلم في النخل من أجل أن يسمع منه. وأخذ العلماء من هذه القصة فائدة، وهي أنه يجوز التجسس على من تظهر منه الريبة، يعني من يخشى منه على المسلمين يجوز أن يتجسس عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم تخبأ له، لكن أمه رأت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عما خبأه له، فقال: الدخ، أراد أن يقول الدخان ولم يستطع. وتحير الصحابة في أمره، لكن التحقيق أنه دجال كاهن وليس الدجال الأكبر، أنه دجال من الدجاجلة وليس الدجال الأكبر، لأن الدجال لا يدخل المدينة، لا يدخل المدينة مع غيبة الرسول صلى الله عليه وسلم، فكيف يدخلها مع حضور النبي صلى الله عليه وسلم؟ إذا كان الله قد حمى المدينة من الدجال في غيبة النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الزمان، فكيف يدخلها مع وجود النبي صلى الله عليه وسلم؟ الأمر الثاني أن الدجال عظيم الخلقة، كبير الخلقة، جسيم. وابن صياد وابن صائد ليس كذلك. والأمر الثالث أن الدجال عقيم لا يولد له، وابن صياد ولد له، ولكنه كاهن وصاحب دجل كبير، ولذلك تحير فيه حتى الصحابة رضوان الله عليهم. ولذلك نقول التحقيق أيها الإخوة أن الدجال الذي في الجزيرة هو الدجال الأكبر الذي سيخرج في آخر الزمان، وأما ابن صياد فهو كاهن دجال من دجاجلة الزمان. نعم.